معظمنا لا يرغب في ممارسة الرياضة، لكن 30 دقيقة من التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع يمكن تسوي فرق واضح. عدم ممارسة الرياضة يؤدي إلى زيادة الوزن. إذا شعرت بأن كتلة الجسم بدأت بالزيادة، عليك القيام ببعض التمارين الرياضية. تذكر أن أي نوع من التمارين الرياضية قد يفيد، مثل صعود الدرج أو أنك تركن السيارة بعيد عن مكتبك علشان تمشي لأطول مسافة ممكنة.